تحية طيبة أيها الأخوة المشاهدون الكرام، أهلا وسهلا بحضراتكم معنا في مستهل هذه الحلقة من برنامج منبر المواطن. أعزائي المشاهدين، حضت الشريعة الإسلامية على حرمة الدماء والأموال والأعراض، فكان من الواجب صونها جميعا والمحافظة عليها، خاصة في زمن تكثر فيه مظاهر الانحراف وتتعدد أسبابه وتتنوع مصادره. بيد أن السؤال الأبرز يكمن في الطرق المناسبة والناجعة لعلاج هذه الظواهر، وما هي حدود النصح فيها، وما هي الضوابط الشرعية لحرية التعبير، ثم ماذا عن إكراهات الواقع، وما هو الفرق بين الشريعة والحدود، أو ما هو مفهوم الحدود. هي أمور عديدة سنحاول أن نناقشها في هذه الحلقة مع ضيوفنا الأكارم، وهم السادة الشيخ الصالح الأمين العام لهيئة علماء موريتانيا. مرحبا بكم شيخا الكريم، كما نرحب كذلك بالفقيه طالب خيار للشيخ مامين عضو هيئة علماء موريتانيا. مرحبا بكم شيخا الكريم، كما نرحب بكم أيها السادة المشاهدون الكرام في مستهل هذا اللقاء. شيخنا الفاضل، طبعا حرمة الدماء والأموال والأعراض هذه من الكليات التي جاءت الشريعة للمحافظة عليها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه الكريم ورضي الله عن الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فإن هذه الكليات الخمس أو الكليات الستة أجمعت جميع الشرائع السماوية من لدن آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم على وجوب حفظها وصيانتها. وقد ثبت في البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عام حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ثم أخرج البخاري أيضا ومسلم من طريق عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم النحر: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ اللهم فشل. فحرم النبي صلى الله عليه وسلم على الناس دماءهم وأموالهم وأعراضهم، وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصيب دما حراما. وقال: من عانى على قتل امرئ مسلم بشطر كلمة ولو بحرفين من الفعل الرباعي يقتل، لقي الله يوم القيامة وقد كتب بين عينيه آيس من رحمة الله. أعاذنا الله وإياكم من ذلك. وقد توعد الله تعالى من قتل نفسا مؤمنة بريئة، فقال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أعاذنا الله وإياكم من ذلك. فتوعده بهذه المسائل الخمسة المعروفة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والمفارق لدينه التارك للجماعه. فغير الثيب الزاني او من لم يفارق دينه ويترك الجماعه او من لم يقتل نفسه لا يجوز ان يقتل. ولكن الجريمه لا حدود لها ولا وطن لها ولا سن لها ولا زمن لها ولا ظرف لها، فقد ظهرت في العهد النبوي وظهرت بعد ذلك في العصور المتقدمة في الدولة الإسلامية، وحيث وجدت التجمعات البشرية توجد الجريمة. ولكن الجريمة إذا وجدت للشرع فيها حلول وله الآليات الكفيلة بمحاربة الجريمة وبالتخلص منها وبتهذيب السلوك الأفراد والمجتمعات. ومن الخطأ الكبير أن يقول الناس بأن الجريمة لا يمكن أن تقع، أو أن يحملوا غير المجرمين، أن يحملوا البريئة خبر الجريمة أو أن يرموا بها بريئة. فهذا من الأخطاء الشائعة في زماننا، فإنه إذا وقعت مشكلة الآن أو وقع هرج لا قدر الله أو وقع قتل في أي حي في أي مكان من هذه الأحياء العشوائية أو الأحياء الجانبية وحتى في قلب العاصمة، بادروا فحملوا السلطات. هذه جريمة ولكنها جريمة من غير السلطة، لم تعملها السلطات، هذه جريمة فعلها أفراد، وهؤلاء أفراد شذاذ، وهؤلاء الأفراد الشذاذ السلطة دور السلطة يكمن في أن تقوم بالتحريات اللازمة والبحث عنهم وأن تلقي القبض عليهم وأن تقدمهم للمحاكمات وأن تحكم عليهم بوفق ما تقتضيه المساطر المعهودة لذلك والمكيفة لهذا النوع من الجرائم. ولكن لا نحمل البراء بها ولا نقول هذه جريمة فعلها فلان وهو منها بريء، لأن الله تعالى يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والمسؤولية لا تقع على الحاكم فقط بقدر ما تقع على غيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع، وفي رواية البخاري: فالإمام الذي هو على الرعية راع ومسؤول عن رعيته، وفي رواية: هو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته.
ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عن رعيتها. فكل إنسان عليه جزء من هذه المسؤولية. فإذا تخلص الآباء من مسؤوليتهم اتجاه الأبناء وأنجبوا الأبناء ثم تركوهم في البيوت وهم في العالم الافتراضي، وتركوا وسلموهم الهواتف وفتحوا لهم القنوات البريئة والقنوات الأخرى، ثم فتحوهم على العالم الافتراضي بمصراعه، النتيجة ستكون حتمية، فساد هؤلاء الأبناء. الحاكم لا يجوز له أن يدخل في بيوت الناس وأن يؤدب أبناء الناس في بيوتهم. هذا ليس من صلاحيات الحاكم، هذا من صلاحيات والد الأسرة وليس من صلاحيات الحاكم. ولكن إذا خرج المجرم من بيت أهله فارتكب جريمة أو اقترف إثما، حينها دور الحاكم ودور السلطات العمومية أن تبحث عن المجرم وعن الجاني حتى تلقي القبض عليه. ولكن من الظلم أن نحمل الحاكم مسؤولية الأبناء ومسؤولية فساد الأبناء في البيوت ومسؤولية فساد الأبناء في المدرسة، وأن يقول الكل هذه ليست مسؤوليتي، هذه مسؤولية الحاكم. إذن هذا الحديث الذي أوجب النبي صلى الله عليه وسلم على الحاكم في مسؤولية، أوجب في المقابل مسؤولية على الوالد، وأوجب مسؤولية على المرأة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وتهذيب السلوك وتربية الأبناء من صلاحيات الوالد وليست من صلاحيات الحاكم، ليست من صلاحيات الحاكم. طيب، إذا مخرجات البيوت لها دور كبير في ربما بعض الجرائم التي تحدث، شنو الحدود الفاصلة بين دور السلطات وبين يعني التربية اللي من المفروض أن الآباء يعودوا عارفين ليش؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الله عليه وسلم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. شكرا استاذ محمود. لا شك كما تفضل الامين العام بمداخلته القيمه ان المسؤوليه لا تقع على السلطات وحدها، فالمسؤوليه محافظه على الامن او مكافحه الجريمه انها مسؤوليه تقع على كل فرد، على الافراد كما تقع على الجماعات. ولا شك ان رب البيت او الآباء لهم مسؤولية كبيرة في تنشئة وتربية أبنائه، فلا يمكن أن يدع الشخص ابنه هكذا في المدرسة دون أن يراقبه، يراقب سلوكه ويراقب أصدقائه. وفيه حكاية سمعتها قبل قليل أن فيه ولد كان متميز في الدراسة وذكي ومهذب، فجاء بعض الأبناء بعض الأطفال بعض المراهقين وقالوا للمعلمة أو الأستاذة: فلان تريد والدته أن تراه. فذهبوا بالطفل وبعد ساعة أو ساعتين جاءها مخدر، يعني مخدر. سألت أخواته عام، قالوا: لم نراه منذ اليوم. هذا الطفل أخذوها قرناء السوء وجعلوا يعني أعطوه بعض الحشيش وقالوا له: تم تكمي معانا وتم تطلب تقبال من الفضائية كانت تم نشروها. هذه المسؤولية لا بد للآباء أن يراقبوا أبنائهم. هذا الإهمال الواقع من الآباء تجاه أبنائهم يجلسوا المدرسة بدون مراقبة. ثانيا، يجب على مدير المدرسة أو المراقب في المدرسة أن يفتش الأطفال أو التلاميذ إذا دخلوا، يفتش جيوبهم ياك ما هم متحاذين مع المخدر. يجب على مثلا عن هذه مسؤولية الجماعة كاملة، مكافحة الجريمة جزء من استتباب الأمن، والأمن حثت عليه الشريعة: من أصبح منكم معافا في بدنه، من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيز له الدنيا بحذافيرها. سربه معناها نفسه على بعض التفسيرات بكسر السين،
وبعضهم قال سربه معناها مذهبه واتجاهه، لكن الصحيح أنها سربه أي معناها نفسه. معنى ذاك عن نعمة الأمن هي نعمة امتن الله بها على عباده، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. ولا شك أن عدم الأمن وانتشار جريمة لا تنمية معها، لا دراسة معها، لا استقرار معها. إذن لا يمكن أن المجتمعات أن يقوموا بتنمية ولا في أي مجال تحت الخوف وانتشار الجريمة. ولا شك أن هذه المسؤولية على الآباء، وخصوصا عندما انتشرت هذا السرطان المدمر للمجتمعات والمخدرات، وانتشرت الآن في المرشوط وانتشرت في موريتانيا حتى في القرى النائية وبعض المدن النائية انتشر بهذا السرطان. يجب أن تكون المسؤولية تقع على الجميع. مكافحة الجريمة لا تقع على الشرطة وعلى الحاكم وحده، بل هي مسؤولية تجاه الجميع. ولا شك أن هذا يعني يطلب وعي وتوجيه، تتضافر جهود قادة الرأي والعلماء والجميع حتى ينيروا الرأي أمام هذا الخطر وأمام هذه الجريمة التي أصبحت متفشية في مجتمعنا. طيب الشيخ، عندما تقع حوادث كما نتابع، شن هي الحدود العامة للنصح والله الإرشاد فيما يتعلق بهذه الحوادث وكيف تتم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. النصح، النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، قلنا لما قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. والنصح يقع بين أهل الإيمان، ولكن للنصح ضوابط. فالنصح بين العوام لا مشكلة فيه، أن يقع بالموعظة الحسنة، وأن يقع بالحكمة، وأن يقع باللين والرفق، وأن لا يتسبب في منكر أكبر. وأما نصح الحاكم فله ضوابط أخرى، لأنه أخرج أحمد في مسنده والهيثمي وابن أبي عاصم من حديث عياض بن غنم بن زهير رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن ينصح لذي سلطان، من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبجل له، فلا يبجل له في العلن، وليأخذ بيده ثم يخلو به، فإن قبل منه وإلا كان قد أدى الذي عليه. فلا يبين للسلطان في العامة، ولا ينصح في ملأ، ولا يشهر به. ومن له صلة بالسلطان أو له صلة بالحاكم المسلم وكان بإمكانه أن ينصح الحاكم، لا يجوز له أن يتظاهر بالنصح ولا أن ينصحه على المنابر. كما أنه أيضا أخرج أحمد أيضا من حديث سعيد بن جهمان أنه قال: أتيت عبد الله بن أوفى بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه فقلت، وفي رواية: وقد كف بصره، فقلت: إن الحاكم أو إن السلطان قد ظلم الناس وفعل. قال: فأمسك بيدي ثم غمزني غمزة شديدة ثم قال: ويحك يا ابن شهمان، عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، فإن كانت لك معرفة بالسلطان فأته في بيته ثم انصح، وفي رواية: فأخبره بما تعلم، فإن قبل منك وإلا فدعه فإنك لست بأعلم منه، وإلا فدعه فإنك لست بأعلم. هذا حديث عبد الله بن أبي أوفى وهو معروف، وأخرجه مالك، أخرجه أحمد في مسنده، وهو في السنن، وهو حديث صحيح وحكم الألباني بصحته. فالحاكم لا يعنف عليه. قال ابن القيم: قال: ومن الفطنة، وفي رواية: ومن دقة الفطنة ألا ينصح للمطاع في الملأ، لأنه إذا نصح في الملأ انتصر لرأيه وحمله ذلك على منكر أكبر. والحاكم لا يجوز نصحه لكل إنسان، لأن الحاكم ليس بغبي. الحاكم المسلم الذي له أهلية وله عقل راشح لا يجوز لكل إنسان أن يقوم بنصحه، لأنه لا ينصح إلا من طرف الخواص، ومن لهم تجربة وعقل وحكمة وحنكة ومعرفة بالواقع
ومعرفة بدوائر المعروف والمجمع عليه وبدوائر المنكر المجمع عليه، ولا تشهر به العوام ولا يقوم عامي ثم يقول أنا أنصح له. ومن أنت؟ ومن أنت؟ إن الله تعالى يقول لأبي بكر رضي الله تعالى عنه وعمر حين أشار إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأمر، قال: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. قال ابن قتيبة: لولا أن الله تعالى تداركهما لهلك. هذا في أبي بكر وعمر، فما بالك بغيرهم من العوام. فلا يجوز لهم. قد يقول قائل شيخنا الكريم: هذا الحاكم نحن صوتنا أعطيناه أصواتنا، أيوه، وأودعناه هذه الأمانة في رقبته، وبالتالي بإمكاننا أن نبين له أو أن نقول له أو أن نسمعه، لا ضير في ذلك. قد يقول: وماذا ستسمعونه؟ إن الحاكم ليس بمغفل وليس بأمي، ويعيش في هذه الأرض، وله من المصالح والأجهزة التي توصله له الخبر قبل وقوعه وتوصله له لحظة وقوعه. فإذا كانت أجهزة الحاكم وعقل الحاكم المركب من عقول متعددة لها تجربة وخبرة وحكمة وحنكة، ويأتون بالخبر في ثوبه الذي يؤتى به، وقد حصل له المعرفة وحصل له العلم بالحادثة، فماذا تريدون أنتم من نصحه؟ ماذا تريدون أنتم بعد ذلك من إخباره؟ هو عليم؟ أنتم وش دور المسألة إذا لم يترتب عليها أمر لم تشرع؟ تريدون أن تقول له وقعت جريمة؟ الحاكم يعلم بأنها وقعت جريمة وقد أصدر أوامره، والأمر لا يحتاج إلى أوامر. فالمدير العام للأمن والجهات المعنية ووزارات الاختصاص تبحث عن الجنات وتلقي القبض عليهم في وقت قياسي. ماذا تريدون أن تقول للحاكم؟ قلنا اللي تقولون شنو؟ تقولون وقعت جريمة، ما أطرشي هذا كان يعرفه؟ نحن نريد للحاكم أن يسمع لرأينا. الحاكم لا يمتثل رأي العوام، ولا يجب عليه أن يصغي للعوام، ولا يجب عليه أن يصغي لمن لا تجربة له ولا خبرة له في الموضوع، وإن أصغى لا يجب عليه الامتثال. السلطة التقديرية له هو، السلطة التقديرية للحاكم ولا هي الغير. وإن شوطر الحاكم في السلطة التقديرية وقعت الفتن. إحنا اللي عندنا إشكالية فيما يسمى باختلاط المفاهيم. صحيح. المفاهيم عندنا مختلطة. يقولون نريد للحاكم أن يطبق الشريعة، وهل الحاكم لم يطبق الشريعة؟ الحدود جزء قليل من منظومة الشريعة، وآيات الحدود معدودة على الأصابع، ونزلت متأخرة، أغلبها مدني، نزلت متأخرة كاملة. وفي 40 سنة الأولى الإحصائيات اللي وقعت قالوا أن قطع ما دون 10 من الأيدي. 40 عام اللي فيها الخلافة الراشدة مع النبي صلى الله عليه وسلم، انقطع شمال حق 10 أيدي. الناس ما المجتمع كان صالح، المجتمع كان صالح، المجتمع كان صالح، ولكنها نزلت متأخرة آيات الحدود ومعدودة، والوقائع والحوادث اللي طبقت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة واللي قليلة، لأن المجتمع كان مجتمعا صالحا. احنا فعلا ذاك مجتمعنا يختلف عن ذلك. طبعا يا غير، لما اختلف مجتمعنا عن ذلك، نحن نريد للحاكم أن يكون كعمر، يعود لنا عمر بن الخطاب، يعود لنا عثمان عفان رضي الله تعالى. إذا نكون نحن رعية عمر، ونعود نحن رعية عثمان، إذا نعود نحن الصحابة، يعود هو خليفة راشد، ولي نعود نحن ما أن الصحابة، يعود هو رجل من أمثلنا وأفضلنا وأرجحنا عقلا وأحسننا ومن أفضلنا استقامة. معناها أن من الظلم أن نطالبهم بأمر ما هو واضح. نحن قالوا منظومة الحدود منظومة تعبر عن جزء قليل من الشريعة، وقد حد يطبق منظومة الشريعة ولا يقام عليه حد، يلقى مولانا وقد طبق الشريعة 100%. واحد طبق الشريعة ولا يقام عليه حد، لا يلقى مولانا ما طبق الشريعة، هذا طبق الشريعة. فالشريعة ملحق، الحدود ملحق، من خالف منظومة الشريعة ماذا يعمل له؟ فمن استهدف الكلية الأولى اللي هي كلية حفظ الأنفس ماذا يعمل له؟ يقتل. من استهدف الأديان، من عاد عن دينه فاستهدف الدين، ماذا يعمله؟ يقتل. من استهدف الأموال، إذا عاد سارق تنقطع عيده،
وإلى عاد محارب قتلوا ويصلبوا وتقطع أيديهم أرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. من استهدف الأعراض فاغتصب أو زنى إلى عاد بكر يجلد، وإلى عاد ذيب يرجم. من استهدف العقول فأتى بالمخدر فأسكر الناس، بسيط يجلد، يقام عليه حد الشرب يجلد 80 جلدة. من وقع في الأعراض فقذف الناس يجلد 80 جلدة. هذا لم يقترف، لم يغتصب ولم يقترف، ولكنه وقع في أعراض الناس. وهذه الحدود لا الشريعة وضعت لها من الإجراءات المشددة اللي لا تقام هذه الحدود إلا بعد كثير من التأكد والاحتياط. لأن شوف، لأن الحد لا بد له من مثبتات. إذا لم يعترف الجاني لا بد من مثبتات، لا بد من شهود، لا يقام عليه إلا بمثبتاته. إذا ادعى شخص، ادعى على غيره أنه واقع وأنه زنى وأنه، لا بد من شهود أربعة يتفقون في المحل والزمان والمكان والكيفية. فأخذت من الشريعة لها من الاحتياطات والضوابط ما بإذن الله تعالى يصون أعراض الناس، ودرأت الحدود، درأت الشريعة الحدود بالشبهات، فالحدود درأت بالشبهات. فينبغي أن ننتبه إلى أن الحدود جزء من منظومة الشريعة، غير ما هو كل الشريعة، وأن هذه الحدود تطبق عند الاستطاعة والقدرة وانتفاء الموانع، وأنها إذا حالت دونها موانع، إذا حالت دونها موانع أنها تعطل، وأن تعطيلها حينها ليس بمعصية. عام الرماد عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه عطل حد السرقة، لكن العام لي عام شاع قوي قال لهم لا تقطعوا يد من السرقة، الصحابة لا يأمرون بمنكر حاشاهم من ذلك. زين الشيخ، لنشوف تطبيق الحدود. زين نوصلها إن شاء الله تعالى. شيخ، فيما يتعلق بين يتعلق ب تحدثوا عن الوقوع في أعراض الناس، تحدثوا عن الضوابط الشرعية لحرية التعبير. الآن الفضاء مفتوح والسماوات مفتوحة، وبإمكان أي إنسان مهما كان أن ينقل خبرا أو يعبر عن رأي أو ينقل ما يريد. الضوابط الشرعية اللي ينبغي أن يتحرك الإنسان في مساحتها شن هي؟ لا شك عن كثير من الناس يفهم حرية التعبير بفهم خاطئ أو فهم فوضوي. احنا لا شك عنه في وسائل الإعلام اليوم تغزي بيوتنا ما هي مستأذنة علينا، لأنها أشياء اليوم ما محكم فيها، تغزي بيتك وعود عيالك وعود أولادك وعود أراهم في عالم آخر. معناه عن هذا اللي قد يخلقون من الضوابط هو مراقبة وتوعية دينية لإياك قد الحرية، اختنا نفهمه هون عنها، ما هي إلقاء الكلام على عوانه ولا هو نعود خطاب ينضح بعنصرية والسب والشتم، وهذا يقول لك الحرية. الحرية يرت تعود ما لا تصطدم بالمصلحة العامة، يرت تعود في إطار الضوابط القانونية والضوابط الشرعية. الإسلام كيف لحرية التعبير يقال في ضوابط حيث لا تضر بالآخر. من يتعود هي تضر بالمجتمع، والله هذه ما هي الحرية ولا هي ديمقراطية. إذا فهم خارجين خطوط حمراء ينبغي أن الشخص يتوقف عنده. وما تفضل به الشيخ قبيل قضية الحدود، فعلا هي الشريعة، الحدود جزء من الشريعة. احنا اليوم عندنا الأحوال الشخصية كيف، حالات الزواج إسلامية، البيوعات إسلامية، القراض إسلام، ياسم المعاملات طبق الإسلام، خارجة بعض الحدود اللي كانت مطبقة طبقتهم في الثمانينات، ولا شك عن تطبيقها أنه مدعاة الاستقرار وذا. لكن ذاك الحاكم يشوف ظروف اللي هو فيه والإكراهات اللي على كل حال اللي اليوم في ذا الزمن اليوم، ولا شك عنها بعد اليوم منصوصة في القانون الجنائي الموريتاني. ما فيه اليوم حد ما منصوص عليه في القانون الجنائي الموريتاني، به اللي قضية السرقة منصوص في القانون الجنائي الموريتاني المادة 395-390، هذا نص على قضية على حد السرقة، ومنصوص على قضية الحرابة، ومنصوص في القانون الجنائي الموريتاني عن الحرابة أنها داخل الفساد في الأرض وعن حدها القتل. ونختار ننبهون عن خارج شيء لا عفو فيه لا لولي الأمر ولا لأولياء الدم،
هو الغيلة والحرابة. ابن عاصم شو يقول؟ يقول والعفو لا يغني من القرابة بالقتل في الغيلة والحرابة. العفو لأنه حق لله سبحانه وتعالى، إذا لا يحق الحد. ونختار نقول من ذي المنبر عن الأشخاص اللي القتلة أو المجرمين أو السراق أو الأشياء ما يرد يعودش منهم عفو لأي كان، لأن هذا حق لله سبحانه وتعالى. اللي قد يشمل الحق ولي الأمر قد يعفي عن السجناء السياسيين وعن الناس اللي ما عندها جرائم جنائية. الناس اللي اقترفت جرائم جنائية هذا ما في عفو، لأنه حق لله سبحانه وتعالى. معناها عن ذاك نختار مولي نوضحه عن السارق، نص العلماء عن السارق منين يدخل لك عنده آلة قتل، أنه ما تسارق عاد داخل في الحراب عاد محال، ولا تنا معصوم الدم. ولو الشريعة كفلت لأي شخص الدفاع عن نفسه، النبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيت، الحديث اللي في صحيح البخاري وغيره من كتب السنن أخبار، ما رأيت إن أراد أخذ مالي قال لا تعطيه، إن قاتلني قاتله، إن قتلك ما أنت شهيد، وإن قتلته هو على كل حال دمه هدر. أسمعت وخارج أشياء، خارج أشياء اللي تتعلق بالعرض وبالشرف، حق هاي أشياء يا غير خارج أشياء مملي أخرى ما عينها مثلا عنها يكي يواري. عمر بن الخطاب كان قايلية جاه رجل له السيف ملطخ من الدم وهم واحدين تالبينه، قالوا له هذا قتل واحدين، قالوا له عنه قتل رجل منهم. قال له أنا قال له رأيت شخص مع زوجتي وضربته بالسيف، قالوا له سووا لهم كان ذا حق، قالوا له حق، قالوا إن عادوا فعود عمر الخطأ وقرروا على ذلك. اسمعت، إذن الدفاع عن النفس والدفاع عن المال والدفاع عن الأرض هذا الشيء كافر، كافر القانون الجنائي الموريتاني وكافر الشريعة. إذن حق عند الشخص. وقضية هاي الحدود اللي هي هذه الحدود، أنا نحن على كل حال هو ما خارج، هو مطلب عند الناس كامل، يقير مولي يخرص الظروف اللي قد يصح فيها، يقير ما يقدر يقاش يقول ما هم طبقين الشريعة، وعلي حد ما هم طبق الشريعة لا شرعية له، لا هذا ما يقول حد، لأنه هذا نوع من التحريض ونوع من ما ينقال، لأن إيقاع الحدود جزء من الشريعة. ولا شك عن نحن بهذا القانون الجنائي الموريتاني عن ذا كامل ناص عليه، ذا كامل فيه، وراجين إن شاء الله عن الراو من الظروف الراو من إن شاء الله اللي تطبق فيه، والنية بعد حسب اللي رأينا من السلطان النية حسنة في ذي النوع اللي نفته، ولا شك عنها هي رادعة. أسمعت خارج صشي ذي اللي يتعلق الكنة شادين أخبار وقضية الأمن، قضية الأمن مسؤولية الجميع كامل، الجميع كامل كل حد مسؤول عن قضية الأمن وعن قانون الجنائي الموريتاني، قال عن التستر على المجرم عن يعاقب عليه ينحبس عليه، وحد يأوي الشرار ويأوي المجرمين عن يعاقب عليه القانون، هذا نص عليه القانون الجنائي الموريتاني حاجة اللي في الصفحة 11 من مجلة القانون الجنائي الموريتاني مادة عنها 90 والله، ذاك ينص عن من وفر مأوى للشرار والله المجرمين والله تستر عليهم عن يعاقب ملي حتى، وهي القانون الجنائي الموريتاني. إذن عن هي في الحقيقة مسؤولية تقع علينا كاملين، ياتنا نقوم بها كاملين. وعن في الحقيقة حق كنا كيف قال فضيلة الشيخ قبيل عن كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راعي في رعيته، ولا يخرج شيء ما عاد مسؤول عنها غدا بين يدي الله، قلت إذا كامل مثلا عن الشخص في بيته مسؤول عن أبنائه، وأي حد أي قطاع، المدير مسؤول عن إدارته، رئيس المصلحة مسؤول عن رئيس المصلحة، رجل الأمن مسؤول عن المسؤولية اللي أنيط به، يكون رجال الأمن عندهم مسألتين، واحدة الأجر يحصل على الأجر من يرفع ظلم عن مسلم ولا ويقوم بالقبض على المجرمين، هذا طهروا بلدهم من جريمة وشبروا الأجر مولي في الآخر. طيب الشيخ، الفرق بين الشريعة والحدود، مفهوم الحدود حتى يعود واضح شوي للناس، وإكراهات تطبيق أيضا هذه الحدود في عالمنا اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما تفضل شيخنا فقد تكلم في الموضوع
وفتح أبوابه، فتح أبوابه. هذه الحدود الشريعة منظومة قائمة، ولا مزادة. هذا البلد بلد إسلامي 100%، والقاسم المشترك اللي يجمع كله لهذا البلد الإسلام، ولذلك بمختلف مشاربهم ومختلف ثقافاتهم ومختلف أعراقهم وأجناسهم أجمعوا على أنها جمهورية إسلامية موريتانية، وأجمعوا في دساتيرهم كاملة، ذاك اللي في زمن العسكر وذاك اللي في زمن المدني، على أن المصدر الوحيد للتشريع هو الشريعة الإسلامية. وقانون الجنائي الموريتاني وخذت له لجنة من العلماء فراجعته وأسلمته حتى طابق الإسلام. ما هو مذهبي، ما هو قانون مذهبي، ما هو طابق مذهب مالك فقط، يغير أي جزئية فيه في أي مذهب من مذاهب المسلمين، سلمها العلماء يومها وتركوه قانونا إسلاميا اللي هو قانون كامل. والإسلام اللي نسوي في حديث جبريل المعروف، قانون الجنائي المسلم، قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. والأركان ما هون حد ما يعدلها، ولا هون حد مجاهر بأن أنه ضد الأركان، ما رأينا حد هون مجاهر أنه ضد الأركان. معناها أن الإسلام الحمد لله هو السائد به 100%، وهو الحمد لله الممتثل، وهو الذي يدعى له آناء الليل وأطراف النهار. والسلطات العمومية ما لمسنا منها إلا التقدير للإسلام والاعتزاز به والانتصار للإسلام والحمية للإسلام والاحتمال، حتى جميع قراراته بما فيها تقديمها لوزارته اللي جعلتها وزارة سيادية، هذا واضح فيها لأنها مادة، لأنها مع الإسلام. جميع أحكامنا اللي عندنا اللي يحكم بها القضاة ومساطرنا مساطر إسلامية، القضاة يحكمون، السارق يحكمون عليه بقطع اليد، والمحارب يحكمون عليه بحد الحرابة بالقتل والصلب، والقاتل يحكمون عليه بالقصاص. اللي يبقى شنو؟ يبقى تنفيذ الأحكام في المسألة كاملة، من لحظة التقنين مسألة إسلامية، وقوع الجريمة مسألة إسلامية، المتابعات متابعات إسلامية، التحقيق تحقيق إسلامي، المحاكم محاكم منظومتها منظومة إسلامية، الأحكام أحكام إسلامية، باقي جزئية واحدة هي جزئية التنفيذ. وهذا جزئية التنفيذ راجع من الله تعالى أن تتاح الظروف، ونعرف أنه إذا أتيحت الظروف أول مادة ستبادر إلى تنفيذها سلطاتنا العمومية القائمة. وإذا لم تتاح الظروف، إحنا ما أننا شاز من العالم، إحنا دولة من دول العالم، ولا أننا شاز، وذا المحيط اللي حولنا كامل ذا هو دول الجوار اللي حولنا، والدول اللي حكمت فيها مجموعات، والدول اللي حكمتها أحزاب ذات خلفية معينة، والدول اللي حكمتها جماعات ذات خلفية معينة. وهذه الجماعات اللي حكمت وضح لأن كراهات العالم اليوم على أنها متعذرة معها تنفيذ الأحكام، أنك الحكم بالحكم ما هي مشكلة، يا غير تنفيذه أنه متعذر. كما أنصفنا غيرنا من الدول وقبلنا العذرة من غير دولتنا، هم ياتنا قبلهم من دولتنا على الأقل نعود وقاضين خلطتنا. وحتى بعض الدول اللي عندها خلفية اللي فيها أحزاب ذات خلفية إسلامية ما قدت قاعة الحق، قالوا مشاء الحريات ما قدت أسلم، يشرب فيها الخمر وخليات مفتوح ويخلق فيها السفور والتبرج وخالب. إحنا ذلك هون حد عدل المنكر واضح فيها، لأنه بعضه يدخل في بعضه، ولأنه اقترف جرمة واضح له لأن المجتمع لأنه ضده، والناس اللي جنات هون السلطة تلاحقهم وتمسكهم فترة وجيزة، وما قالهم إلا المحاكم، وتحكم عليهم أحكام شرعية، ويوم الشاور السجون ريثما يفتح مولانا. وكيف قال الشيخ، هم جزئيات لا حق للحاكم بالعفو فيها، المحارب ومن قتل غيرة لا يعفو عنه الحاكم، لا يعفو عنه الحاكم. ومالك قال فإن قتل المحارب لم يصر إلى غير القتل لا خيار، قالوا فإن سرق للحاكم أن يخفف يقطعه من خلافه، ثم إن عاد السرقة قطعه من خلافه، ثم إن عاد صلبه. فإن قالوا لم يسرق، لا هدد غير ما سرق، ولم يقتل، وألقي عليه القبض، هو ما فات عدى جريمة، يعود للحاكم أن ينفيه من الأرض، يعود للحاكم نفيه ولو سجنه ولو معاقبته بما يقتضيه الرادع، عدل النظر في ذلك، يقعد قاع ما قد اقترف جريمة قبل هذا.
ويقعد لا مغرر به يمكن انه مسقي المخدر والله شيء وياك ما يفسد الى عاد قاد قاد ينتفع به وقاد يتدارك يا الله يتدارك هذه الحدود شيخ قد يقول قائل مثلا حتى قد يقول قائل بان طبعا تطبيق هذه الحدود بانه يوقف ربما وتيرت بعض الاعمال اللي والله زاد بعض الاعمال الاجراميه اللي يقوموا بها هذه المجرمين لا شك وبان ذلك بان الضروره تدعو الى تطبيق هذه الحكم لا شك في ذلك ان تطبيق الحدود انه ان القتل في لحظه معينه انفال القتل وان القطع باذن الله تعالى امان للاموال وهو حرز لها القطع حرز للاموال وان الجلد سور فوق الاعراض وان الرجم جدار عازل دون الاعراض هذا لا خلاف فيه هذا موافق منه ولكن الحاكم هو الذي له النظر من الذي ينفذ الحدود الحاكم ولا العوام ينفذها لا الحاكم من المسؤول عن تنفيذه ومن المناط به تنفيذ الحكم لا الحاكم فالحاكم له النظر في ذلك فإن وجد في نفسه أهلية لامتثال ذلك ووجد في المحيط اللي حوله فرجا في تطبيقها فليبادر إلى تطبيقها وإن تهيأت له الظروف وانتفت الموانع يبادر إلى تطبيقها ولا عذر له حين ذلك وإن كانت هناك موانع فالحاكم له السلطة التقديرية في أن يقدر تلك الموانع وأن يوقف الحدود بناء على تلك الموانع حتى تنكشف الغمة بإذن الله تعالى وحتى تزول الموانع ولا واجب عليه يقول للعوام ولا يقول للناس أرأيكم الأسباب اللي جعلتني ما أطبق كذا وكذا وذروا ما واجب عليه يقولوا للناس لأن تبين العذر بإمكانه أن يأتي بمضرة أكبر هو العالم كامل عاد وضعيته واحدة هو منظومة الدفاعية مشترك ودورته الاقتصادية واحد ومنظومته الصحية واحد ومجالسه السلطوية واحد ومجالسه الأممية واحد هو العالم ما لا تفهم دول منفصلة احنا اليوم نشهد اللي قال له القرية المختلطة والعالم المختلط كان فيه عالم مسلم دول إسلام ودول كفر وكانت فيه دول حرب ودول سلم ده ما ترى خالد العالم اليوم قرية مختلطة كاملة والغالب فيه اليوم الجهة معينة ياكن عضو صريحين هي اللي عندها الغلب وغيرها كامل تبع ظرفية معينة فعلا لكل دولة خصوصيتها ولكل دولة هوامشها ولكل دولة سيادتها وإحنا الحمد لله دولتنا من أشبه الدول سيادة ومن أشبهها خصوصية بها اللي بعد قاعدة اللي من الحمد لله هي من الحريات العامة وذا اللي الحمد لله فيها من حرية المنابر وذا اللي فيها الحمد لله من حرية العمل الإسلامي وذا اللي فيها من حرية العمل الإسلامي الحمد لله وحرية التحرك وحرية التنقل وحرية حتى باط القرارات اللي تعد القرارات الإسلامية خادمة وجيدة رفع ضرب التربية الإسلامية هذا قرار جيد إنشاء الجامعات الإسلامية هذا قرار جيد تقديم وزارة الشؤون الإسلامية وزارة سيادية هذا جيد في دولة إسلامية وعندنا خصوصياتنا هذه الخصوصيات نحافظ عليها ونعرف على أن هذه الخصوصيات على أنها لا من فضل الله تعالى علينا وأننا نشكرها لله سبحانه وتعالى ونشكر الله تعالى لسلطتنا اليوم ما هي اللي مصدرة مراسيم مخالفة للإسلام بها اللي لو أنها الآن كانت المناكر من السلطة تعدي المشكلة السلطة ما هي معدلة مراسيم مخالفة للإسلام ولا هي مقدمة قانون مخالف للإسلام ولا هي معدلة هي نفاسها جرم مخالف للإسلام فتسرب العوام أو تسرب الشذاذ بطبيعة الحال احنا في دولة من دول العالم وفي قرية اجتمع فيها الناس وهذه القرية الناس كانت أصلا بإمكانك أن توصيد الحدود ما تقدر توصيد الحدود بهذاك إن وصدت الحدود ولج الإنترنت إلى البيت والغزو دخل إلى البيت كما قال لك الشيخ بدون استئذان منا فصار الابن في البيت له ارتباط بمختلف يجالس الناس بمختلف أصقاع العالم وهذه إشكالية كبيرة هذا هم مسؤوليته مسؤولية آباء الأسر
ومسؤوليته مسؤولية الأمهات، ومسؤوليته مسؤولية أصحاب التربية، ومسؤوليته مسؤولية المدارس، ومسؤولته مسؤولية الجهات اللي تراقب على سلوك هؤلاء واللي تنظمهم. هذا هو اللي مسؤوليته. لا أراه لأنني خرج إلى الشارع، من خرج إلى الشارع فاقترف أحدك مسؤولية الحاكم، أو من تسور على قوم أو دخل على قوم في بيتهم فارتكب جرما، ذيك مسؤولية الحاكم. والحاكم هو القائم مسؤوليته. احنا ما لم تسجل الحمد لله هنا جناية ضد مجهول، ما أنا عالم بها الحمد لله. هاي الجرائم كانت العاقلة تخلق، ما هي ضد مجهول، كلها في وقت قياسي يتم إلقاء القبض على أصحابه ويقدموا محاضر البحث ويعتعد المحاضر البحث ومشاول المحاكم، والمحاكم بدورها يتم إيداعهم بالسجون وبدورهم يقبضوا المسطرة العادية. هذه النقطة نختلف فيها عن الجريمة اللي علونا لها، لا لونها ولا عرق لها، الجريم المجرم مجرم حيث هو يطبق عليه القانون. وانا نختار من هون من المنبر عن القضاء انا يا تشدد العقوبه على الناس اللي عدلوا هاو الجرائم منهم، بهم اللي ياسر من جهاز الامن يقول هاو الناس نقبضوهم ونعاقبوهم ونشهم يا غير ما نعلموا مرينين ينطرسون. معناها عندك يا القاضي عندك المسطره ذي وعندك القانون الجنائي الموريتاني صريح في في الحقيقة هاو الجرائم ياتي عاقب وعقاب يعود رادع، ما 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 هو ما هو ما هو عقاب يعود رادع، هذا هو اللي بعدنا. طيب شيخ، قد يقول البعض بأنه ما دامت هذه الحدود لا يمكن تطبيقها، فإذا ما من إذا ما حكمنا سارق أو حكمنا لص ننزل به العقوبة، ماذا يترتب على ذلك من مضار؟ إذا أنزلنا بها العقوبة طبقا لقانونية، لا في العقوبة هذا العوام ربما يقول نحن من نحكم لص، لهنا عدلوا نحن العقوبة، لهنا نبطوه ليموت والله نكتلوه والله كده. لا ما يتوسع، يترتب عليه مضار، لا ذاك يترتب عليه لكن مولي يعني هو مولي لا لا ذاك ما هو مسموح به. احنا مولي عندنا ضوابط وعندنا قانون وعندنا سلطة، انت ما تقتصر راسك ولا تسكر قانون راسك، عندك سلطة هي اللي تقبل لك حقك، لكن عاد قالوا الفوضى من يعذاك لا يعذاك الفوضى، انت عندك الحق من يقتحم عليك حد بيتك يقفز قشاي عنده آلة قتل، انك لا تنذروا الصائل دمه هدر منين يعود لا تخبطوا تقتلوا والله تدافع عن الطريقه اللي يعني، لان هذا منصوص ومتوافقين فيه القوانين الوضعيه اليوم والشريعه الاسلاميه عن دفع الصائل الى عادل اللي يدور مالك والله نفسك والله عرضك، ها جايز لك دابا يا غير عودان انك تفتح المجال هذا. لا هي الدوله ما ديرها لاش دولة مديرة للردع وإقامة القانون وإقامة العدالة بين المجتمع. هذا مجرم والله، حتى نملي من الإجراء خطابات الكراهية وخطابات العنصرية وهاي الأشياء هي الدولة تقبض بيد من حديد على ذنو على ذنو، تقبض بحبالك التام ما تخلي له هكذا، لأن ضعاف العقول ما يقدر يعود الدهمة كي قال قبيل الدهمة والغوغاء يعودهم هم المتحكمين في هذه الأمور. ومن يثني الأصاغر عن مراد وقد جلس الأكابر في الزوال، متى تصير العطاش إلى ارتواء إذا استقت البحار من الركائز؟ هذا كارثة. احنا عندنا قانون وعندنا دولة وعندنا ذا، ما يقدر يسق قانون الراس أبدا. يا غير نختار تعود الدولة مولي حاضرة في جميع الأماكن، حاضرة في جميع الأحياء، حاضرة في الأسواق، حاضرة في كل شيء، ياك تعود فهم، لأن هي الدولة مظهر وياك تعود الناس حاسه بان فهم قانون. يا غير ما نقدر نقولوا للرجال اللي يسرق كيف عدلوه ماري بطوه الى ذاك والله حرقوه والله ذا، هذا لا يفتح مولي مجال اخر يعود اللي هامه يبرد اخلاقه ويقول هذا رايته سارق، هذا ما يتوسع، ما هو اللي لا انا ذاك ما يترتب عليه مضار اكثر هي من منفعته. نعم ما يتوسع. طيب الشيخ، ما يتعلق ب محور أخير نتحدث عنه، مخدرات، ترويجها، إدخالها، التستر عليها، يعني شي ترتب على ذلك من الناحية الشرعية؟ قبل أن نتكلم عن المخدرات بعد نعلق فيها كيف قال الشيخ على قضية هذه الحرية، هي حرية التعبير لها ضوابط شرعية والناس صريح أخطأت فيها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد اللي يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 70 خريفا. الله تعالى يقول
إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وحرية التعبير ما هي في أذية الغير ولا هي في الوقوع في أعراض الناس. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن دماءكم وأموالكم ما أعراضكم. العرض ما هو لا هتكه بفحش أو هتكه بزنا هتكه بقذف هذا هتك عرضي، وهتكه بإساءة إلى بريء هذا هتك عرضي، والتشهير ببريء هذا هتك عرضي، والإساءة إلى مؤمن والذين مؤمن والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا عاذنا الله وإياكم من ذلك. وهم لا الناس صار يظن هذا ادعياء الحرية العرجاء ظانين على أنها حرية بلا حدود. ولكن ما وصفت ذلك، حريتك موجودة لكن ما لم تصل إلى أذية الغير، وما لم تصل إلى جرح شعور الغير، ما لم تصل إلى إلحاق الضرر بالغير، ما لم تتسبب لك أنت في كارثة. لأنك إذا أذيت هذا المشاكل دائما مبدأها الكلام، المشكلة بدايتها كلام، إن أسأت إلى هذا فتجاوز عنك، يقد ولده ما يتجاوز عنك، والخوه ما يتجاوز عنك، تلميذه ما يتجاوز عنك، وتقع مشكلة والبادئ أظلم. ولذلك كان العلماء رحمه الله تعالى مالك وأحمد بن حنبل وغيرهم كانوا لا يحرضون على الحكام ولا يحدثون بالأحاديث التي يفهم منها التأليب ضدهم. شكام يقلب على الحكام ما يأخذ مزر، وكانوا يدعون لهم. والحسن البصري اللي نسأله قالوا كيف تتعامل مع ظلمة الحكام في زمانه؟ قال إذا أنعم الله علينا بالخير شكرنا وإذا ابتلانا بالسيء صبرنا. وزمن الحجاج افطا اذا انعم الله علينا بالخير شكرنا واذا ابتلانا بالسيء صبرنا. وهذه حريه الكلمه ينبغي ان تقنن وفق الضوابط الشرعيه، وفق الضوابط الشرعيه. احنا ما هامنا تكمل وفاه لا، ولا هامنا على حد ما يقول كلمه لا، هامنا انصح اقبال انصح الى قاعد تنصح يقول كلمه ما هي مضره بالغير، يغير يقول كلمته لا تؤذي الغير ولا تضر بالغير ولا تتسلط على الغير. النبي صلى الله عليه وسلم إلين قال مهاجر وقال أنصاري، قال مهاجر يا للمهاجرين، قال أنصاري يا للأنصار. هذا قاعد معي شنيعة كأنها عندنا احنا ذي دعوة الجاهلية، قال لهم دعوها إنها منتنة، أبي دعوة الجاهلية تدعون وأنا بين أظهركم. وتغير النبي صلى الله عليه وسلم، رهو لا كلهم دعا قبيلته. فما بالك بمن تكلم في موضوع أخص من ذلك؟ ذاك ما يتواصل، ذاك ما من حرية التعبير. هم يقولون هذه المخدرة، هم يقولون بأن طبعا من يتحمل المسؤولية بأن العبء عليه أكبر، وبأن الحديث عنه أو تبيان هفواته أو النواقص اللي عنده ليست انتقاص من ذاته، وإنما انتقاص من تقصيره وعجزه عن أن يسدي الخدمة المطلوبة. لا 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 لا. السلطة نظام ولا هي فرد؟ ما هي فرد؟ السلطة ما هي فرد؟ السلطة نظام، ونظام مركب بمختلف الاختصاصات، ما هو اختصاص واحد، وكل ملف له أقوام يهتمون به ويعالجونه، وله سلطة منفردة بقيادته، وهذه السلطة كاملة هي اللي تجتمع تحت الحاكم العام اللي هو السلطان. والماوردي راهو قال في توليت الوزراء جاب الضوابط اللي على أساسها يولي الوزير، وجاب الضوابط اللي على أساسها تؤخذ أعوان الوزراء. وهذا موجود في السياسة الشرعية وموجود في كتب السياسة الشرعية بين الحاكم والرعية. وهذه السلطة ما هي فرد، والتجاسر على الحاكم أو الأخذ من عرض الحاكم تغلظ فيه العقوبة بها للحاكم. والسلطة لبوس معنوي هو اللي مصان به الكليات. أنت إن حطمت اللبوس المعنوي أمام الناس وعملت على تحطيمه فقد عملت على إشاعة الهرج، عملت على إشاعة القتل، وعملت على إشاعة السفه، وعملت على هتك الأعراض، وعملت على نهب الأموال بها للناس اللي كاملهم قومها لها السلطة. ولذلك أصلاً يقول الغشوم خير من فتنة تدوم. الله سلطان الغشوم ولا فتنة تدوم. الغشوم خير من فتنة تدوم. ويقولوا ما يفسده الغشوم في قرن تفسده الفوضى في لحظة. إلا أن ما أفسده الغشوم في قرن في ذمة عامرة في ذمة السلطة، وما أفسدته الفوضى في لحظة في ذمة هبة ذمة بلا ذمة
هي لحظة واحدة من الفوضى لا قدر الله، لكن اللي تجيب ما يفسد الغشوم في قرنته والغشوم يلاقي بعض الناس شلاب. النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال له، قال له إن أخذ قال له مالي وضرب ظهري، قال له لا لا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله في برهان. هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقر أخذ أموال الناس وضرب الناس. يقال بما أن الحاكم لبوس معنوي والناس كانت واقفة لا فضيله هو، وإن أخذ مالك وضرب ظهرك دعه. بهذه دور يعقب حاكم آخر فترة وينصفك، والله تعقب تزول المشكلة بينك أنت وهو. والله لعاد كان فم والي يعقب يغير عنك، والله كان فم وزير يعقب يغير عنك ويجيك وزير آخر فتأخذ حقك. ولذلك قالهم سبحان الله الرحيم والسلام لكنه حاضر معنا صلى الله عليه وسلم ولا غرو في ذلك. قال لا، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فلا نقاتلهم فلا، لا 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 قال ما لا إلا أن تروا كفرا بواحا، ما أقام بكم الصلاة إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله في برهان. إذا أمروا بكفر بواح يجي صدر مرسوم يأمرون بكفر بواح، لكن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. بهذه إعادة المعركة معركة وجود. نحن نقصون قيمتنا، نحن كمسلمين قيمتنا إقامة الدين. ولذلك أبو بكر كان يقول أي ينقص هذا الدين وأنا حي. هذا الجهاز إذا تعطل عن دوره بعث به إلى المصلح، فإن أعي المصلحة يلقى في القمامة. حتى نحن ينقص هذا الدين وأنا حي، يلو خاض الدين ما عندنا معهم مشكلة، ولو خاضوا ما أقاموا فيكم الصلاة خلينا نصلوا، ويلو خاضوا ما عندهم مشكلة مع الدين ما جايز أن نرسمهم. ولو ظلموا الفرد منا يسوى فرد واحد نظلم، يغال إذا أمروا بكفر بواحد ينهون. ثم بعد ذلك تمادوا في الكفر البواحي، تعود المعركة على معركة بين مسلمين مع مغاير في الديانة، مع حاكم قد غايرهم في الديانة وخالفهم في الديانة، وهذا هو. مع أن قال فهم ضوابط قانونية في أخبار الجراء على المسؤول قاع من حيث هو، لأن كمان القانون حاميك أنت حامي هو في نفس. ولذلك حتى في الشريعة يقولوا هاي يعطي مثال القاضي، ومن جفى القاضية فالتاديب أولى ولا لشاهد مطلوب. الخصم من أن يقول كلمة نابية القاضي، القاضي عنده الحق يحبسه ولا يعاقبه فأحرى. ولذلك يقولوا عن المغيرة بن شعبة عندما جاء عربي جلف وآذى أبو بكر الصديق، أن المغيرة أنه صفع ذاك العربي لين هشم أنفه، وأبو بكر ما قالوا شيء سوشنه، قالوا أتجروا على خليفة المسلمين. معناه عن فهم هيبة يعتتم خالقه يقير مملي يرتك القوانين يفعل مملي في قضية ذا ما هو عود الله من هب ودب ينتقد ويقول وهكذا والحبل على الجرار. لا هذا ما يتوس. ولذلك هذا قضية وسائل الإعلام وهذه الأمور عادوا في الحقيقة أكثر من الغاية اللي يحلو فيه من الأشياء. بما يتعلق بالمخدرات اللي ذكرته قبيل به الوقت ما على كل حال، هو أشرف اللي في الإنسان عقله وأناط به التكليف وأناط به يوسم المسؤوليات. عندما يتسبب في أمر اختيار في عقله أصبح كيه البهيمة وعد لا يؤمن أن يقوم بجرائم. والقانون الجنائي الموريتاني اخترت هنا صوروا من الفقرات باللي واضح في قضية المخدرات. هذا القانون قانون 0037/93 يقول بتاريخ 20 يوليو 1993، القانون الجنائي الموريتاني يتعلق بمعاقبة منتجي المخدرات والمؤثرات العقلية والمتاجرين والمتعاطين لها بشكل غير مشروع. هذا القانون مواد 3 و4 و5 إنتاج المخدرات، هذا عقابه جاب بالقتل حدا بارتكاب تكرار تلك الأفعال من باب الإفساد في الأرض حرابة، والحبس من 10 سنين إلى 15 إلى 30 سنة، والغرامة من 10 ملايين إلى 100 مليون. إذا معناها عن هي المخدرات هو أمتن تدمير جنس بلد، ودولة من يتعود تواجه المؤامرات يمشاولها المخدرات ينبثوا فيها إياك تدمر. ويا سبحان الله عن هذا الكلام قد قاله ابن تيمية اللي متوفي 728، قال عن أصحاب الحشيشة اللي يتعاطونها من يستحل شربها عن يعامل معاملة المحارب يقتل. معناها عن ما خارج إشنع إجرام هو انتشار المخدرات.
وإحنا يا واسع إيماننا هؤلاء الأخيرين انتشر انتشار يخلع، وإنسان من يهود يخدر، لا يجنى من أبوه يجنى من أمه يجنى من أخته يجنى من كل حد، لأنه هو من نفسه لا يعيش لحظات من الخيال الموخر. وش بعضهم بعض المخدرات تحتسب عنه هو دائما أنه مضطهد وأنه عنده أعداء وأنه عنده ويرتكب الجرائم بدون وعي. وفي الحقيقة يارتنا نعود مجندين كاملين، ما هي لا سلطة وحدها، جميع المجندين من كافة قضية المخدرات، لأن هي أخطر وباء تواجه البلد. طيب شيخ، انطلاقا ما ذكره الشيخ، واجب الحس الأمني الجماعي عند الكل في مواجهة هذه الأخطار واستشعار المسؤولية الوطنية أيضا. نعم، هذه المخدرات كيف قال لك الشيخ معول هدم للأمم وحريق على الدول، حريق لا حريق يحرق الدول، وهذه المخدرات بها اللي تفسد العقول، إذا أفسدت العقول أفسدت كل الكليات، بها اللي أغلب الآن من يقترف القتل يقول لك أنه استعمل المخدر، كان تحت تأثير المخدر، وأصحاب هتك الأعراض يقول لك كانوا تحت تأثير المخدر، أخذوا حقنا من المخدر، أخذوا جرعة من المخدر، أخذوا حبوبا من المخدر، الهلوس. وهذا دائما محاضر الضبطية القضائية دائما يعود فيها هذا، معناها على أنه تسبب اللي هو المخدر في السطو على كل الكليات، وهو أصلا يقولوا لأنه من استعمله بعض الفقهاء يقولوا للحاكم أن يجتهد في تعزيره ولو وصل به الأمر إلى القتل، يسوى قاع يصل الأمر إلى القتل. وهؤلاء ينبغي أن تغلظ عقوبتهم وأن لا تأخذ الأقوام فيهم وأن لا يشفق عليهم، هذا ما يشفق عليهم، لأنهم أرادوا إفساد البلد وعاثوا في الأرض فسادا وأتونا بخراب متوب، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. وأي واحد منهم وجد وقد اقترف جرما وهو يستعمل هذا المخدر ينبغي أن تغلظ عليه العقوبة، تغلظ عليه العقوبة وتندار له عقوبة المخدر على العقوبة الأخرى السابقة، والله ما يقرب من ذلك إلى أن يعود رادع له بإذن الله، يعود ساجرا له بإذن الله تعالى. طيب انتهى الوقت شيخنا الأفاضل، انتهى الوقت المخصص لها اللقاء أعزائي المشاهدين في نهاية هذه الحلقة. نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يؤمن البلاد والعباد بمنته وعظمته جل في علاه. أشكر ضيوفنا الأكارم الشيخ الصالح الأمين العام لهيئة علماء موريتانيا، أشكر لكم شيخنا الكريم، أشكر كذلك الفقيه الطالب خيار للشيخ مامين، أشكر لكم، كما أشكركم أعزائي المشاهدين على طيب المتابعة. هذه تحياتي وتحيات المخرج الدحاوي للشيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.